بنفرد وش امك ده خلاها تقضي. احنا امان يالا؟ احنا امان يا معلم، خضرنا الغفير وكله تمام. طب ايه ده؟ الواد سيد يفتح لنا الباب، اي حاجه تحس بيها تديني صفاره. اصل يا معلم اصحى. يلا الدنيا عماك ايه الانجاز عارف. جبرت يا سيد، اموال يا ابن اللذين. ايه يا امان؟ طب وشك بره. يلا يا ابوزو، مش هنقعد طول الليل فاتحين خزنه. اضيت يا اخويا اضيت. طب انجز، ما تدبدبش برجلك. قوليلي بقى، قتلت ليه زياد انت وعلاء؟ والله العظيم ما قتلنا حد، احنا ما قتلناش حد. والله العظيم الكلام ده ما حصل يا باشا، زي ما حكيت لحضرتك. هتستعبطوا عليا انت وهي؟ مش انتوا اللي خطفتوا الولد وانتوا اللي هددتوا يا تقتلوه يا اما تاخدوا الفديه؟ هي فعلا كانت هتجيب الفلوس، وبعدين كل واحد فينا كان هيروح لحاله. اقسم بالله ما قتلنا حد. فندم انا ما عرفتش ادبر المبلغ اللي هم طلبوه، المبلغ كان فوق احتمالي، وحضرتك عارف انا معني محلتيش غير محل صغير كنت عايشة منه أنا وأمي وابني الله يرحمه. من كل الله من كل الله ربنا ينتقم منكم. طب أنا ليا سؤال عند حضرتك يا مدام، هو أنت مش النهاردة كان فرحك على علاء؟ علاء؟ لا يا فندم طبعا، علاء ده ابن حتتي، مفيش بيني وبينه أي حاجة خالص. وبعدين يا فندم أنا اللي كنت هتجوز علاء كنت اتجوزته من زمان، مفيش أي حاجة من الكلام ده خالص. تمام تمام يا فندم. خدهم يا ابني على الحجز لحد ما نعرضهم على النيابة. احنا ما قتلناش حد، اقسم بالله ما قتلنا حد، احنا ما قتلناش حد. هند كلامها صح، عيشة كانت خاطفة الولد وبتساومها على فلوس. طب هي ليه ما اتصلتش بالشرطة؟ اكيد كانت خايفة يأذوه. ده كل اللي تعرفيه؟ بص حضرتك، هند كانت حالتها صعبة جدا وكنا كلنا عايزين نساعدها، انت عارف ضنا غالي. تمام يا استاذ عاصم، عايز اعرف علاقتك بهند وعيشة وعلاء. حضرتك مفيش اي علاقة. امال كانوا عندك في الفيلا بيعملوا ايه؟ عندنا؟ لا يا فندم، هو كده الظاهر في لبس. انا اشرح لحضرتك، بعد وفاة المرحوم سالم الصالحي الله يرحمه ويحسن إليه، كان في شغل كتير لسه مفتوح ما بيننا، وبحكم إن مدام عيشة مديرة مكتبه فالشغل استمر معاها. العلاقة ما بيننا اتطورت وكانت علاقة شريفة ومحترمة جدا، لدرجة إن كان هيبقى في مشروع جواز. بس هي كان ليها شرط واحد، حضرتك عارف هي تونسية وأنا مصري، وكانت عايزة تسافر وترجع. أنا راجل دغري، أنا أحب مراتي تبقى مقيمة معايا في البيت، فالمشروع ما كملش. هي فيما بعد عرضت عليا انها تشتري الفيلا، انا ما رفضتش وعملت لها فيها سعر كويس يعني. فهم حضرتك كانوا عندها ما كانوش عندي. شكرا يا استاذ عاصم، لو احتاجناك هنجيبك تاني. شكرا فيك. تمت اقواله واتوقع منه. اديله فعلا يا فندم ده اللي حصل، حاولت اصلح ما بينهم اكتر من مره بس للاسف ما قدرتش. طب وهند رفضت تدفع الفلوس؟ بالعكس، احنا كنا بنحاول انا وهند ندبر المبلغ كذا طريقه بس ما لحقناش. كل الناس يا فندم كانت عارفه ان في مشاكل ما بين هند وعيشه، بس مهما كان ما توصلش الاكل. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فندم. شكرا يا استاذ علي. يعني ايه تاخدها وتمشي؟ او انا سايبها في الشارع؟ احنا كلمنا حضرتك كتير ما ردتيش. حتى لو ما ردتش مش من حقك انك تديها لاي حد غيري انا. ايوه مدام، بس دي خالتها. خالتها، عمتها، باباها. افرض في مشاكل بيني وبينها وخدتها عشان تاذيها، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ممكن تدي عشان نعرف نتفاهم؟ نتفاهم على ايه واحده ازاي؟ انت عارف لو البنت حصل لها حاجه انا هخرب بيوتكم. احنا حاولنا نتصل لحضرتك اكتر من مره ما ردتيش غير بعد مشي، وفي الاول وفي الاخر دي خالتها
واحنا اتاكدنا من بطاقتها. فرحتي لو حضرتك فاكره من يوم ما جبتي جاسمين هنا واحنا بنعملها احسن معامله ومحدش قصر معاها، حتى لما ما سالتيش عنها اكتر من سنه فضلنا مراعين ربنا فيها. لو انت حصل لها حاجه هقفلها لكم. زي ما تحبي، احنا موقفنا سليم وهي مسلمه البنت بشكل رسمي ومضت على اقرار انها المسؤوله عنها، واللي عايز تعمليه اعملي. احنا عاوزينك تظهري في اول فيديو ليكي مع منتج من منتجات الشركه الرئيسيه عندنا. اوكي نو وري. طلبات حضرتك؟ لا انا دايما متعوده اسمع البادجت اللي قدامي وبعدين ارد عليها. طيب نسمع منك انت الاول. 50,000 جنيه. لا خالص، ده قليل جدا يا فندم. انا اخر رقم واخداه 250,000 جنيه، ولو انتوا شايفين الرقم ده كبير عليكم اتس اوكي، كده كده انا عندي عروض تانية متقدمه لي من شركات تانية وبالمناسبه هي منافسه ليكم. بس ده كتير قوي. واحنا موافقين يا ليلى. جريت. ازاي يعني؟ مبلغ كبير قوي، هي هتعمل ايه يعني؟ اللي قدامك دي ترند دلوقتي، ومصر كلها مستنيه اول فيديو ليها بعد خروجها. انت متخيل هتعمل نسبه مشاهدات قد ايه؟ نمضي العقود؟ نمضي العقود. ما طلعش كتير ولا حاجة يعني. مفيش حاجة تكتب عليك. اه سلام. ماشي يا سيدي. ده كلام. يا إبراهيم! يا إبراهيم! أيوة 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 يا حبيبة أبوكي، أنا جاي أهو. أيوة أيوة. ليه يا حبيبتي في إيه؟ شفت بنت الكلب عملت إيه؟ ده حتى البنت اللي حيلتي راحت. أنا بس عايزك تهدي شوية وما تعمليش في نفسك كده، هتلاقيها وهترجع أكيد. هي أصلاً تاخدها ليه؟ يعني ما كفاهاش اللي عملته فيها زمان جاية تخلص عليا دلوقتي؟ ما هو اللي أنا فيه أنا وبنتي ده من تحت راسها. طب حبيبتي يعني هو أنت رحت لها البيت هناك؟ رحت لها كل حتة ما لقيتهاش، بس أنا مش هعتقها. طب أنا عايزك بس ترتاحي شوية وتهدي أعصابك، أعصابك يا بنتي حرام عليكي كده. أهدى إزاي؟ أنت عايزني أهدى إزاي؟ أقسم بالله لو عملت حاجة للبنت اللي هتبعها بإيدي. اللي أتبعها إيه؟ أنا موتها مش هيكفيني. البنت أصلاً مش مستحملة أي حاجة. مش داريانة بالدنيا. إيه الجحود ده؟ ما عندهاش ضمير؟ مفيش قلب؟ إيه ده يا ربي؟ معلش يا بنتي إهدي بقى، إهدي يا حبيبتي أبوكي. بلاش كده. أنا مش عايزة أشوف حد، أنا مش قادرة أقابل حد ولا أتكلم مع حد. على فكرة أنا ما اديتش أي مواعيد لأي حد خالص. اتصرف يا إبراهيم. حاضر حاضر. هو في إيه؟ أنا مش عارف إيه اللي جرى. ماجد. شوشو. بنتك أهي. حبيبتي كنت خايفة عليك. بنتك اللي كنت مخبيها عن السنين اللي فاتت. ما كانش ينفع انك تعرف. كان لازم اعرف. ودلوقتي بعد ما عرفت حصل ايه؟ ايه اللي اتغير؟ انت اصلا وصلت لها ازاي؟ شاهي اختك هي اللي جابتها لي. وكان ممكن اخدها واسافر بيها وما اخليكيش تشوفيها لحد اخر يوم في عمرك. زي ما خبيتيها عليا طول السنين اللي فاتت. بتهددني يا ماجد؟ انا اللي بهددك ولا حاجه. ومش عشانك. عشان البنت اللي ملهاش ذنب دي. امال يعني ايه الكلام ده؟ يعني البنت محتاجه لامها. ومش هتقعد في مصحات تاني بعد دلوقتي، وانا هبقى مسؤول عنها وعن كل مصاريفها وكل اللي تحتاجه. لو هتقدري تعملي ده اوكي، مش هتقدري قوليلي من دلوقتي عشان انا اعرف احافظ على بنتي. انا مش محتاجه لك ولا محتاجه اي حد، وبنتي هتفضل معايا. تمام يا شروق، البنت معاكي وحافظه عليها وهنشوف. كنت خايفه عليك قوي. خدي بنتك واطلعي. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي فوق. يا روحي. يلا قومي. يا ريم نايمة على دي. ماشي يلا. يلا؟ يلا. يلا نجرب.
والأمارات دول، بس استني مين دول؟ إيه حلاوتنا دي؟ يلا أنا جابت تعملي تايمر؟ أه يلا. طب يلا عشان نريد. أنا جامد جدا، أنا عسل جدا، أنا بسهر بالليل لحد أما أديك بيت. أنا نرجسي، بحب نفسي، بقول براحتي، وبعكس كده هاتسي. خلاص بقى ننزل. ننزل. يلا بينا. شوف بقى هيعمل ايه دلوقتي. هنشوف. الحمد لله على السلامة. يخرب بيتك خضتيني. انت دخلتي هنا ازاي؟ لا ما تشغليش بالك، انا ادخل اي حته براحتي ومحدش يعرف يوقفني. هو انت ايه يا شهيره؟ وصلتي للعيال الصغيره كمان؟ حتى بنتي مش عايزه تسيبيها في حالها؟ يخرب بيتك يا شيخه، خرجيني من دماغك. والله؟ لا انا اللي عايزه اقول لك خرجيني من دماغك، انت عايزه مني ايه؟ عاوز منك ايه يا روح امك؟ دي اخر مره هاجي لك واتكلم معاكي بالادب. بنتي مالكيش دعوه بيها، ولا هي ولا ماجد. خلاص انسيهم، شيليهم من دماغك. المره اللي جايه هتزعلي مني قوي. كيوت كيوت قوي يا نهى، حتى في تهديداتك كده كيوت. ايوه انا اللي رحت لها وكنت عايزاكي تعرفي ده. انا قايله لهم ان انا خليتها يا حبيبتي. وانا المفروض يعني اخاف منك ولا ايه؟ افهميها زي ما تفهميها، بس اعرفي ان انا اقدر اعمل اي حاجه، واللي يدوس لي على طرف اكسر له رقبته. فشوفي بقى انت عملتي ايه واستلقي وعدك. بعد كل اللي عملتيه عايزه تعملي ايه تاني؟ والتالت والرابع والخامس والسادس. اصل شكلك نسيتي يا حبيبتي، قلبك جامد ومستقويه، بس انا لحد دلوقتي لسه بهزر معاكي. بنكش. بس من دلوقتي الموضوع قلب بجد. خلي بالك انا لسه ما عملتش حاجه. حلو. طب شوفي انا بقى هعمل ايه. يا رب بس تلحقي. لا هتشوفي، بس اوعى تنسي ان انت اللي بتجري شكلك. بيا حلوة. سلام يا حلوة، خلي بالك لا تتكعبلي. سلامتك. ده ايه ده؟ اه